مرحبا. ادخل على الغنى مباشره. نعم. شو اخبارك؟ انا منيح. شو ردك علي؟ والله قعدتك هيك مبسوطه. قعدتك مريحه؟ كويس جديد يعني. شو رايك على الكرسي؟ مريحه بما انت اول مره بتقعد على الكرسي؟ انا المظبوط دائما يعني اول مره بقعد على الكرسي صحيح، والكرسي كويس، وان شاء الله في الانتخابات الجاي نازل انا مشان اضمن كرسي. نعم. ايش حبيت اكثر، هاي الكراسي ولا الكراسي المرأة؟ كمان الطاولات جداد، شوف كيف في عليها زجاجه من فوق. المظبوط انا كعربي يعني زي كل العرب اي كرسي بحبها، يعني دائما الكراسي بحبها انا، بتعرف العربي متعلق كثير بالكرسي. أنا شايفة إنه أنت رح تقعد بالنص، هذا هو المكان اللي أنت اخترته. لا أنا ما اخترتش النص، اختاروا لي إياه في مخرج هنا، أنا زي السخل، امشي هيك بمشي هيك. شو رأيك من وراء الكواليس المرحلة الثالثة؟ أنا كنت نجم. أنا بتصور إنه خليها دائما من قدام الكواليس، لأن يعني من وراها خطري. تسمح لي أقعد حدك؟ تسمح لي أقعد حدك؟ لا لان انت بتشكلي خطر علي. على البرستيج. البرستيج يعني فضحتيني بالبلد. ايش قالوا لك؟ مش كتير بيعزفوا هاي الآلة صحيح؟ اه مزبوط. صعب عليك هيك تتخربطش بين الأوتار؟ تعويض زي أي آلة تانية يعني. اشمعنى نقيت هاي الآلة المميزة؟ هو أنا صغير كان في عم أمي إبراهيم نداف بعزف قانون، فمنه هيك حبيت الإشي وبلشت أتعلم. أول إشي بلشت تعزف بالقانون؟ أمال، رشا، هاي، شو أخبارك أستاذ؟ أمل، شو؟ قربنا نخلص. ضل الحمرة لا؟ أخذ وقت معهم، الحمرة والمسكارا. حياتنا شوي صعبة. صياد الفرد. من ورا الكواليس فش خصوصية للفرد. صياد. أي مكياجك حلو. ذوق رشا طبعاً. اهم اشي امل، راضي عن مكياجك عن لبسك كل اشي؟ طبعا 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 طبعا، لسه بنشوف على الشاشه كيف بتجنن. اكيد. شكرا شكرا وراضي طبعا، لانه بدن اميني و اي انا متوتره كني. استاذ محمد متوتر زيك؟ انا على طول متوتر خلاني دائما متوتر؟ دائما يا اختي. لا والله مره لا غيري. تعبير وجهك مش واضحة أستاذ محمد، يعني إنه أفكر الشغلات اللي أنت بتشعرها بداخلك مش قد الإشي واضح، صح ولا غلط؟ مش فاهم سؤالي، بقول تعبير وجهك مش واضحة للشغلات اللي أنت بتشعرها، يعني إذا أنت بتكون حزين ولا متوتر ولا فرحان ولا مبسوط ببينش عليك، هدول اللي كان قصدي. وفقني بالرأي ولا مش بالضبط؟ شو؟ وفقني بالرأي ولا مش بالضبط؟ شو قلتي لي؟ قلت
قلتش إشي الحين سلمت أستاذ. فكرة السكوت علامة الرضا. شو بجنن فستانك إيش تسوي بدول؟ لأنه ما بينفع هيك بدي أعملهم فين شكل هيك. انتوا انتظروني في الـ في الـ النهايه النهايه يعني الان انا مش ظبطت الفستان وبتعرف كيلو نصحان جاي واقفين هناك بس هي خليني اتفرج عليك لثاني الحلقه حلو لا الحلقه مشكله ايش تسوي له بهاي الشغلات اللي هون طالعه اها لانه فيها فن يعني ممكن نرفعها نزلها بتعرفي انا عشان ليالي الليله وليله تعالي شركه تصوير شو اسمه اتصال يعطيكم العافيه هنا وحبيب رائعين بس بديش تشوفوني شفت الفستان باي احنا عم نشتغل على الفستان لسه عشان نقصره من قدام عشان اذا تمشي على المسرح تكون متريحه وهي ماشيه بالمسرح وريلاكس لانها كثير مضغوطه بس معلش هيك البنات شو بده يعمل واحد هيك البنات شو بده يعمل واحد ولا لا معلش عن اذنكم بدنا نخليها تمشي عشان اشوف اذا بتقدر تمشي بسهوله عشان ما تفركشش امشي شوف ماشي زي العروس شو شعورك بالفستان؟ صراحة مبسوطة كثير يعني وهيك يعني طبعا توفيق هيك وساعدني في اختياره هيك يعني كان وجوده حدنا وكيف يعني رافقنا كثير ساعدنا باختيار الفساتين شو بناسب لإلنا أساس إيش نقيت لون أخضر؟ تفاؤل مع إنه بعكس شو حاسة إسا لا تشاؤم شوي هيك ضغوطات وهيك